السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس. انا اليوم مساء على البستي، قلت نشارك معكم الخرجه اللي درت. انا هنا عند لالا، ايوا قلت نشارك معكم. انتما كتعرفوا ما عنديش الوقت، ما كانش الوقت باش ندير لكم فيديوهات، وكنعتذر بزاف على الغياب ديالي. كنغيب عليكم هذا الشهر كثار بزاف، مشغوله شويه. ايوا قلت نشارك معكم هذا الفيديو هذا، ان شاء الله يا ربي يعجبكم وخليكم معايا حتى الاخر فيديو. ان شاء الله يعجبكم المناظر وتهلاو في راسكم، وما تنساوناش البارطاج واللايك باش تعم فائده للجميع، ودعموني باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينه. خليكم معنا تشوفوا المناظر. السلام عليكم، خليكم مع الموسيقى واستمتعوا معنا بالفيديو.
انا دابا في السطح هنا يعني دوستي. كما كتشوفوا الطبيعه رائعه، هانتوما هذا المطعم سميه مزلافن، الحومه ديالها اللي ساكنه فيها. قلت ندير لكم فيديو شفت معكم كيف خرجت. انتما كتشوفوا هنا الطبيعه، واللي عنده مغرس هنايا كيزرعوا هيدا الخضره. الطبيعه غزاله واللي هو مزيون، هو ما كيقنطش هنا الهدوء والسكت. انتما عارفين لهود الجبل كيكون رائع، كيرتاح الواحد حسن من المدينه. ايوا ان شاء الله يا ربي يكون استمتعتوا معنا وتهلاو في راسكم. شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم.